شكري ناولني اياها. شلون شايف لي اياها؟ هيك كويسة ضابطة مو مايلة يعني. يا عمار يا رفيق العمر انت. لهلا ما عم بقدر صدق. تعرف حسان كل ما طلع بهالصورة ما بعرف شو بحس، يعني كأنه استغفر الله العظيم رح شوف الغلاية. يا حبيب القلب انخطفت بعز شبابك، يا ريتني انا ولا انت. والله ماني مصدق. صباح الخير. صباح النور. حسن الجني موجود؟ تفضل. هي إلك. شو هي؟ هي يا سيدي أمانة إلك، بعتوا لك إياها لهون. أمانة شو؟ ومين بعتها؟ شو في بهالظرف؟ أنا ما بعرف غير إنها أمانة، لا تأخذني. شو يعني؟ والله أنا عبد مأمور، نفذ اللي بينطلب. المعلم قال لي روح حطه قدام البيت وتعال. طيب ليش جبت لي إياها لهون لكرم؟ قالوا لي بلاقيك بالقهوة. لو سمحت بعد إذنك، إذا بتوقع لي هون إنك استلمت. هون؟ إيه نعم هون. تمام شكرا. خاطرك. أهلي. خير إن شاء الله. شو في؟ شو بعرفني؟ شو القصة هاي؟ شو عم صير؟ عم فكر اترك الشغل، ما بعرف لإمتى بدنا نتحمل. شو رأيك أنت؟ طول النهار ما أجت إلا زبونة وحدة، عملت سيشوار وبعدين حملت حالها ومشيت. ما ضل زباين راحوا كلهم، ما حدا فارقة معه. وأنا يا سلمى عم فكر رجع لعند هالة خانم أصلاً. لأنه ما في إدارة وما في كوفرية مناح. نرمين ما بتفهم بالإدارة منيح. لا بتفهم بس مو أكتر من هيك. إجيت. أهلين وسهلين ست نرمين، كيفك؟ لحظة لأنتي كيفك؟ أنا منيحة. أهلين نرمين كيفك؟ أهلين منى. روحي كملي مكياج زبوني، بدي أحكي شوي مع نرمين. تكرمي. شغل كتير سيء مثل ما انك شايفه، المحل فاضي. وانت مو فارقه معك. مو فارقه معي؟ لا تحكي هيك، انت بتعرفي اني مو من هالنوع. ما قدرت اقوم من التخت لقبل يومين، حملي كتير صعب. حبيبتي نرمين لا تفهميني غلط، مو هيك قصدي، بس الوحده بتزعل. كان اكبر حلم إلنا نشتغل بمحل كوافير تبعنا. شوفي شو صار، كل يوم أسوأ من التاني. لا تزعلي منى، منحلها. أنا رح صير إجي كل يوم. الشغلة مو موقفة على جيتك، شغيلي المناح راحوا نرمين. شو الحل؟ ما بعرف هلأ، كل مشكلة وإلى حل. رح نعمل جهدنا. خلص خلص حبيبتي منحلها. أنت كيفك هلأ؟ صحتك تمام؟ منيحة الحمد لله. الدكتور قال لي إنه معي شيء اسمه جنين معلق. طبعا من هلا وطالع لازم دير بالي كتير. تعرفي نرمين مو مصدقه ايمتى اشوف هالولد. قولي لي كيف وضعك بالبيت؟ وضعي لساته مثل ما هو. لو تسمعي مني طنشيها لبلقيس خانو. لا تردي، عملي اذن من طين واذن من عجين. تعمل شو ما بدها، لا تهتمي. شو طالع بايدها؟ ما عندها غيره وهو بحبك. ايه شوفي قديش دفع لاشترى لك هالمحل. دخيلك انت، انا بحسن وقف قدامها. هلا الشيء الوحيد المهم بالنسبه الي هو الولد. لا تشغلي بالك، كل شيء بصير مثل ما بدك، وانت كمان. شو السيارة؟ لك لا تكون هي الأمانة. إيه يا عم رح جن. لا والله جنيت رسمي أنا.
شو هالشغلة هاي؟ ليش يبعثوا لي سيارة؟ ومين اللي بعتها؟ شغلة بتحط العقل بالكف قسما بالله. لقيت الكنز؟ مين الحيوان؟ مين هاد؟ تعال على المقبرة الكبيرة المساء باشا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باشاك مكتوب باشاك. لك منو هاد؟ والله مكتوب باشاك. الله أكبر. اللهم ثبت علينا العقل والدين. باشاك باشاك باشا باشا باشا. معلم طالعنا قائمة سيارات المستن كلياتها، كل السيارات اللي باسطنبول من أولها لآخرة، كل الألوان الحمراء والزرقاء والسوداء والكحلي، وعم نمسحها كلها معلم. مين اصحابها وشو هن؟ ولا بدر قوصنا كتير على السيارة، دورتوا بورشات التصليح؟ مندور معلم مندور. في شي خبر على المسدس؟ رحنا سألنا الشباب جوا. لا تبزق ولا لا تبزق يا حيوان. لا تضحك تضرب بكسمك. ايه وشو قالوا؟ ايه ما في سجل للمسدس، بس الطلقات من مسدس ريفولفير. طلقات ريفولفير؟ لسه في من هدول؟ هدول المسدسات من زمان ستي وجدي، بس بوقتها كانت ملكة المسدسات وكانت ما تلتقى غير مع ضباط الأمن الكبار. مينو هذا؟ لك مينو هداك يا بدر؟